بسم الله يعني مجرد توثيق مش اكتر للون برايمر الاكسلام، يعني زي ما احنا شايفين الاكسلام الجلد اهو، وفوق منه برايمر. في اكسرامات في المصانع بتاخد برايمر بلاستيك شفاف اللي هو الاديجن الشفاف الاجمر موتور، وفي مصانع بتنزل اللي هو البرايمر الرصاصي ده وبيسخن على البلاستيك نفسه احيانا، ويعني قصص كده وحكايات. دون اللي هو واخد رصاصي وبعد كده لونه وبعد كده ورنيش. ورغم ان اللون اسود الا ان الرصاصي جاي لونه رمادي، كان يعني من باب اولى البرايمر ده يكون لونه اسود زي اللون، ولكن مش شرط. فقلنا يعني نوريكم حاجه. هي جايه طبعا، الزبون جاي عاوز يرش الجزء ده، طبعا في نمر معاك او حاجه تحلها وتبدا بقى ايه، عايز يرش هنا بدون ما يرش هنا حاجه الجزء ده بس. طبعا هنا بيتحط بقى لزقه مقلوبه، الربعه دي كلها هي ايه او المستطيل ده هو ده اللي هترش على قده، ياخد لون وكلها تاخد ورنيش، وده لزقه مقلوبه كده تتسيح كده بشويه مرمطه او حاجه. تسلم عليكم.